أولا اليوم حنا متواجدين بقاعة ديال البرلمان المغربي واد نون والساقية الحمراء والداخلة اللي حضروا من أقاليمنا الصحراوية العزيزة باش نتكلموا معاهم في واحد القضية اللي هي يعني بالغة الأهمية واللي متعلقة بالأرض ديال هاد الساكنة ومتعلقة كذلك بالمطالب ديالهم اللي هي مطالب مشروعة. اولا هاد الساكنه الاصليه الوطنيه اللي احنا عرفنا نضاليتها ووطنيتها يعني في مواجهه المستعمر بكل اشكاله والوانه واللي هي مساهمه في التنميه ديال هاد البلاد واللي كتطلب من الدوله المغربيه الدوله اللي عندها يعني مخططات للتنميه ديال اقاليم جهويه واقاليم اخرى في البلاد وانها داخله في واحد المخطط ديال الاستثمار انه اذا كانت هناك من استثمارات بغينا نجلبوها لبلادنا خاص اولا وقبل كل شيء اشراك ديال الساكنه المغربيه هي الاولى خاصها تستفد وخاصها تكون مشروكه في هذه المخططات هذه. اليوم اللي تتلاحظ الساكنه ان هناك واحد الزحف ديال تحفيظ الجائر يعني من الاملاك المخزنيه ولا المياه والغابات على اراضي شاسعه اكثر من 100,000 هكتار. شفنا قبل منها واحد العدد ديال الاراضي اللي ضاعت كان فيها هذاك الصبار اللي هو كان مورد عيش لواحد عشرات الالاف ديال الساكنه واللي اصيب بهذيك الدوده القرمزيه ما عرفناها منين جات. واليوم هاد الناس جاو كيقولوا باننا حنا ناس وطنيين وباغي الخير ديال هاد البلاد ديالنا واننا اليوم حنا متضررين لا حنا ولا ولادنا ولا المستقبل ديالنا في هاد المنطقه هذه. وتنقولوا للدوله المغربيه هذا لسانهم بانه اللي هو اولى بالخيرات ديال البلاد هما اولاد البلاد هما الاولانيين. ولهذا يعني الدوله المغربيه خصها يجب ان تعمل العقل والحكمه لانه الاقاليم الجنوبيه ديالنا حنا عانينا الامرين ولا زلنا من اجل استكمال وحدتنا الترابيه بالنظر لواحد العدد ماشي غير فقط الاطماع ولا الجهات اللي حاولت تخلق لنا مشكل ولكن اخطاء دارت في بلادنا. هاد الاخطاء اللي دارت في بلادنا خصنا اليوم نوعاو بانه ما خصناش نعاود نرتكبوا اخطاء. احنا بغينا نلموا الشمل واللحمه الوطنيه احنا مغاربه من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال واقصى الشرق والغرب والخيرات ديالنا خصنا نستافدوا بها. وهاد الناس جابوا شكايه ديال البحاره اللي كيعيشوا من يعني من الصيد يعني التقليدي اللي هما تمنعوا من الصيد في حين انه كتعطى يعني الامكانيه ديال الصيد في اعالي البحار الناس معروفين باسمائهم اللي هما يعني غير كيستثمروا ماشي حتى شي صياده معروفين يعني. ولهذا كذلك الخيرات اللي موجوده في الصحراء خاص الابناء ديال هذه المنطقه هما الاولين يخدموا في بكره او في غيرها يعني وانه تخلق مشاريع اللي بالفعل غتخلق تشغيل. التخوف الكبير ديال هاد الناس واللي تيثيروا يعني الانتباه ليه هو انه ما يمكنش اننا نفقروا هاد الناس اللي هما عندهم الارض ديالهم عندهم يعني عايشين بواحد الطريقه اللي هما ضابطينها من الراعي ومن شويه ديال الفلاحه ومن شويه ديال الصيد ولكن الامل ديالهم كبير باش تنهض هاد الجهات ديال الوطن ويستافدوا هما وليداتهم وتكون تما غدا جامعات كليه ديال الطب تكون هناك مدارس كبيره مهندسين باش نخلقوا نيت هذيك الكفاءات المحليه باش ما تضطرش تمشي حتى للجامعات بنو زهر ولا تمشي للرباط باش تقرا حتى تما تكون الامكانيه ديال القرايه الامكانيه ديال استشفاء مستشفيات اقليميه مجهزه اطباء بالكم الكافي اساتذه التعليم العالي بالكم والكيف ودا تما البحث العلمي. هذه منطقه غنيه وغنيه اولا برجالها ونسائها اللي هما اليوم مع كل أسف يعانون واحد المقاربة أمنية ويعانون من شح المعلومة ما عارفين شتا الدولة اش بغات دير استثمارات تما وتيقولوا للدولة بغيتي ديري استثمارات حنا بغيناهم بغينا استثمار ولكن هاد الاستثمارات خصك ديرهم معنا وخصنا نستافدوا وانه تنهض هاد الجهة بأبنائها ونسائها وشبابها. هذا هو اللي كاين. ولهذا انا اليوم سعيدة جدا بهذا اللقاء هذا وغادي نعمل ك يعني كنائبه وكذلك كحزب شراكي موحد باش نوصل الصوت ديال هاد الناس لانني اعرف بانهم على حق خصوصا امام التقلبات العالميه وهذا الجري ديال واحد العدد ديال القوى دوليه اللي هي باغيه تدافع على مصالحها وكتبغي تمشي انها تستقر في بعض المناطق باش تاخذ الخيرات الطبيعيه من معادن من فوسفات من بترول من غاز من امكانيه ديال اراضي زراعيه. وانتم كتعرفوا يعني افريقيا فيها اكبر المساحات القابله للزراعه كاين واحد العدد ديال الدول كتستقر حنا ما بغيناش بلادنا انها يستقر فيها غير البراني ويستافد منها غير البراني في حين اولاد المنطقه اللي ضحاوا من اجل الاستقلال ديال البلد ولا زالوا يضحون
ويناضلون من اجل استكمال الوحده الترابيه، هما الاولين اللي خصهم يكونوا في الحساب. وهنا نقدروا نلقاو شي تخريجه، الدوله راه عندها الامكانيه باش انها تنصف هاد الناس هادو وانها تشركهم في الاستثمارات باش الاوضاع ديالهم تحسن والمستقبل ديال وليداتهم يكون واعد، وانه بهذا الشيء غادي نقويو المناعه ديال بلادنا، غادي نقويو اللحمه ديال الوطن ديالنا، وغادي نبنيو داك المغرب الحداثي، داك المغرب الديمقراطي، داك المغرب اللي فيه التوزيع العادل للثروه وفيه المواطنه الكامله. المواطن تنتعاملوا معاه كمواطن ماشي تنقهروه باش يمكن لنا اننا نتقدموا. ولهذا هذا يوم يعني سعيد ويوم مهم جدا، وسيكون له ما بعده، وتنتمنى يكون ايجابي بالنسبه للمنطقه وبالنسبه للبلاد كامله.